اهلا بحضراتكم في حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر، وبنعيد طبعا على كل اخواتنا الاقباط بمناسبه عيد الميلاد المجيد. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير ودايما يا رب في سعاده وهنا. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وشعب مصر كله طيب، كل سنه واخواتنا الاقباط طيبين وبالف خير. النهارده عيد الميلاد المجيد، النهارده هيكون القداس الساعه 7، بيحضروا القداس طبعا، وبعد كده مظاهر دينيه واحتفالات واجواء العيد بقى طبعا. بعدها بيفطروا بقى المحمر والمشمر، اللي احنا مش عارفين بصراحه هو ايه المشمر ده، بس النهارده هيكون في المحمر. بس انت هتاكل محمر ومشمر برضه؟ طبعا هنشوف بقى النهارده، هنكتشف المشمر معاهم النهارده. طبعا ربنا يجعل ايامكم يا رب كلها اعياد، ويا رب دايما في سعاده، وربنا يجعل ايامنا كلها نجاحات. يعني احنا خلاص كمان على جانب اخر 8 ايام بالظبط بيفصلونا عن انطلاق المباراه الاولى لمنتخبنا الوطني في بطوله كاس الامم الافريقيه لكره القدم قدام منتخب موزمبيق. 8 ايام من النسخه رقم 34 من البطوله بيشارك فيها منتخبنا بعد حصوله وحصده لهذه البطوله 7 مرات وصعوده للوصافه 3 مرات. بكل تأكيد هو تاريخ مشرف لمنتخبنا، احنا قادرين نترجمه ونحققه في حصد هذه النسخة من البطولة، واللي هتتلعب وهتنطلق يوم 13 يناير اللي جاي. طبعا مفيش شك ان منتخبنا قوي جدا، في لعيبة طبعا محترفين ولعيبة كبار، لعيبة رجالة قادرين ان هم يحققوا هذه المعادلة، وكمان يظهروا بشكل يليق باسم مصر، ونقدر ان شاء الله نحصد هذه البطولة يا جماعة. هي شاذة ان البطولة دي من احب البطولات لينا احنا كده كشعب مصر، ويمكن محطات منتخبنا الوطني في بطولة الامم الافريقية مشرفة جدا، وبرفع اسم مصر افريقيا مع اللعبة على مدار عقود وسنين طويلة جدا. المنتخب هو الاكثر تتويجا بالبطولة، هو الاكثر حفاظا على اللقب، المنتخب اللي قدر يستحوذ على البطولة في 3 نسخ متتالية. المنتخب المصري هو المنتخب اللي كل مرة بيشارك في كأس الأمم الأفريقية وهو بيقدم أداء مميز وقوي ولافت جدا للانتباه. منتخبنا المرة دي يقدر ينافس على حصد اللقب الثامن، خصوصا مع اللعيبة اللي اختارها المدير الفني روي فيتوريا. طبعا منتخبنا بيستهدف انه يرجع مرة تانية لمنصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 سنة، عشان يضيف النجمة التامنة لدولاب البطولات. وأكيد طبعا خلال الأيام اللي فاتت لاعبتنا استعدوا بشكل جيد جدا لهذه البطولة، وروي فيتوريا المدير الفني اختار مجموعة كبيرة من اللعيبة المميزة الحقيقة. وأكيد طبعا المواجهة الودية اللي هيلعبها منتخبنا مع تنزانيا هتكون عبارة عن بروفة استعداد أخيرة قبل طبعا السفر لكوت ديفوار. منتخبنا الوطني هيكون في المجموعة الثانية، واللي هيكون فيها منتخب المصري، منتخب رأس الأخضر، وغانا، وموزمبيق. بالتأكيد مرحلة المجموعات هتكون صعبة، لكن كلنا واثقين في قوة وحماس وأداء لعيبة منتخبنا الوطني، وكلنا وراهم، وكلنا كمان بنساندهم وبندعي لهم ربنا يوفقهم، وكل تمنياتنا يرجعوا لنا المرة دي بالنجمة رقم 8. مرة تانية بنصبح على حضراتكم جميعا، صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.